فنزويلا وكولومبيا اتفقتا على إعادة فتح الحدود بينهما بشكل جزئي. الاتفاق أعلن عنه كل من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس. وكان الرئيس الفنزويلي قد قرر غلق حدود بلاده مع كولومبيا لدواعي أمنية في أغسطس آب 2015. الرئيس الكولومبي قال: أولا وقبل كل شيء حددنا الرهانات الأساسية، وطبعا الملف الأهم هو الأمن، وعودة الأمور إلى صورتها العادية تتعلق بهذه النقطة. من جهته قال الرئيس الفنزويلي: نحن مستعدون لبيع الوقود في الجانب الكولومبي، وذلك بشروط تمت مناقشتها ومجابهة شبكات تهريب الوقود والانتقال إلى علاقة تسمح بفتح كلي للحدود. الاتفاق في مرحلة أولى لن يسمح إلا للمشاة باجتياز الحدود عند 5 نقاط موزعة على خط الحدود البالغة 2200 كيلومتر. الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من هذا السبت، وستفتح خلاله الحدود يوميا لمدة 15 ساعة.